لا تزال قصة الخلاف بين الفنانة الكويتية هيا الشعيبي والإعلامية الكويتية مي العيدان تتفاعل. في التفاصيل، قامت العيدان بالرد بقوة على الكلام الذي خرج من هيا الشعيبي في الساعات الماضية عنها، ونشرت مي العيدان عبر حسابها الرسمي على سناب شات مجموعة من التصريحات التي اعتبرت بمثابة رد قوي على هيا الشعيبي. وقالت العيدان: إيه والله أفكر أغير برنامجي بس ما أسوي طبخ، أفكر أسوي برنامجي اسمه سجن النساء وأسوي حلقات على المشاهير اللي انسجنوا بالسجن المركزي أو بقضايا غير أخلاقية بمجتمعنا، أحس البرنامج بكسر الدنيا، أنا ما أحب برامج الطبخ لأني مسوية رجيم طول السنة. وأضافت العيدان: من ذكرياتي مع الفنانة هيا الشعيبي تعود للعام 1995 بمسلسل مسابقات أم عوينة، كانت واقفة بالكواليس تقرد وتحش فيني وأنا واقفة وراها ومو شايفتني دون معرفة مسبقة، ولما اكتشفت أني واقفة وراها قالت لي: أنت ماي، قلت لها إيه ومشيت. وعن عدم استمرارها بالتمثيل قالت: عن عدم استمراري بالتمثيل يا أستاذة هيا، أعتقد أني تكلمت وقلت أن السبب أمي الله يرحمها اللي أنت غلطتي فيها بال2015 وهي ميتة. وختمت مي العيدان حديثها بالقول: الله يعينك على نفسك وإذا على العيال يا مدام اللي تعايريني وتتشمتين أني ما صرت أم ولا عندي عيال، بس للعلم أنا ما أبي يكون عندي عيال وقراري، وهذه أرزاق لا تتجبرين برزق الله قادر ياخذه منك بلحظة. وكانت هيا الشعيبي قد أثارت الجدل في الساعات الماضية، وذلك بعد خروجها باكية في فيديو قصير مشيرة إلى أن إحدى مشهورات تناولت أبناءها في برنامج تلفزيوني، معتبرة أن الموضوع تخطى الحد وأصبح نوعا من الإساءة لها كأم، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول هوية المشهورة وكيفية تناولها لأبناء هيا الشعيبي في مادة تلفزيونية، قبل أن تشير الإعلان في تدوينة مقتضبة إلى أنها المقصودة في حديث مواطنتها. وقالت شعيبي في الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات: واحدة تقني بعيالي في برنامج انتو طردون الأمهات، يعني حتى عيالي دخلتهم بالسالفة، ايه آخذ عيالي لأني أحب عيالي، ما أعرف أعيش بدون عيالي لأنهم صغار وانتو شايفين الخدم، أنا حاطة لعيالي 4 خدمات ورغم هذا أحاتيهم بلقمتهم ولبسهم، يعني متى هذه البرامج اللي تنزل تطق الأوادم؟ تطقني بعيالي ببرنامج انتو ترضون الامهات، يعني حتى عيالي هذه دخلت عيالي بالسالفة، هي اخذ عيالي لاني احب عيالي، ما اقدر اعيش بدون عيالي منهم صغار، انتو شايفين الخدم، انا حاطة حق عيالي 4 خدامات ومع هذا احاتيهم بلقمتهم بلبسهم. يعني ليه متى هالبرامج واللي تنزل الطق